بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حمزة السيوف استشاري أعصاب ودماغ أطفال البورد الأمريكي. الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات. الآن احنا رجعنا نسجل فيديوهات بعد انقطاع فترة عدة أشهر، والحمد لله كما رأيتم بالفيديوهات المرسلة من قبل سواء كانت بالإنجليزي أو بالعربي، أنه قمنا إحنا بنشر دراسة وصفية ل 18 حالة من أطفال التوحد، قمنا بعلاجهم في مركز كيدز نيورو، وقمنا بنشرهم وأصرينا على أن يكون النشر في مجلة عالمية طبية اللي هي كانت نيوروسايكاتريك ديزيز أند تريتمنت، وكان هدفنا وبغيتنا أن يكون قوة الفاكتور لهاي أو العلامة لهاي المجلة هو أكثر من 2، والحمد لله حصلنا 2.6، وأن تكون المجلة إندكس باي باب ميد أند باب ميد سنترال، يعني أن يكون الأرتكل تبعاتها بنزلوا على المجلة الطبية العالمية اللي هي باب ميد أو باب ميد سنترال، وتكون peer reviewed. يعني شو معنى peer reviewed؟ انه قبل ما ينزل فيها اي ارتكل لازم يكون يتم مراجعته اقلها من اثنين مراجعين يسموهم reviewer في هذا المجال. طبعا احنا الارتكل اللي نشرناه تم مراجعته من قبل 8 مراجعين، وذلك اول شيء لصعوبة الارتكل أو البحث ولحداثة الموضوع الذي يطرح البحث. فقد قمنا إحنا بوصف 18 حالة تم علاجهم على مدة أقلها كانت 18 شهر باستخدام الأدوية المضادة للدهان زي الأريبيبرازول أو الـ ريسبيرادون، بالإضافة إلى أدوية عدم القدرة على التركيز مع العلاج الوظيفي والسلوكي والتخاطب، هذا دائما كما هو معروف ينصح فيه. وكان إنه 10 من هؤلاء الأطفال تم شفائهم شفاء تام واختفت عندهم الأعراض، يعني كانت شفاء الأعراض شفاء تام واختفت عندهم الأعراض، وثمانية هناك تحسن يتراوح ما بين 60-80% في الأعراض وهم لا يزالوا تحت العلاج. طبعا احنا عندنا عدد كبير، الآن احنا في صدد تحضير دراسة ثانية وعملية نشر ثانية ل40 أو 50 طفل، ولكن احنا اخترنا أن نبدأ فيها 18 طفل كبداية. شو الهدف؟ كان أن نقوم بنشر هؤلاء 18 طفل على الرغم من أن هذا البحث أخذ منا مجهود مضني، أخذ منا تقريبا أكثر من 8 أشهر من الترتيب والدراسة وبعثه للمجلة والإرجاع إلينا واستخدام البروفيشنال إديتور والبروفيشنال مانوسكريبت رايتر، فكان مجهود مكلف ماديا ومكلف جسديا ونفسيا. كان الهدف إن نري العالم إنه نعم يمكن شفاء التوحد، وكنا وكلنا أمل إن نقوم بجذب انتباه المؤسسات العالمية، المؤسسات التي تقوم بالدراسات العالمية، إنه يا جماعة البروتوكولات اللي استخدمناه وطورناه خلال 8 سنين في وجودنا في مدينة دبي الطبية ودبي، إنه نعم قد يؤدي إلى شفاء التوحد. ليش؟ لأنه دائما وأبدا يكون هناك بدايات لأي شيء ممكن ينجح. يعني أنا حتى أقوم بدراسة تسمى double blinded placebo control study، يعني الدراسة اللي بنعتمد فيها الدواء كعلاج شافي لهذا المرض، يجب أن يكون عندي بدايات أو دلائل أو إشارات إنه هذا الدواء ممكن يزبط في هاي الحالة بهاي الطريقة، وبعدين أنا أخذه لمرحلة أخرى وأجيب الدواء وأجيب شغلة اسمها بلاسيبو، يعني هي مش دواء بس حبة فاضية مثلا، وما أخلي الدكتور يعرف أيهما الدواء
وما أخلي المريض يعرف أيهما الدواء، وبخلي المريض يعالج، الطبيب يعالج المريض، فمريض يأخذ الدواء ولا الطبيب يعرف ولا المريض يعرف نفسه، وفي مريض ثاني ما يأخذ الدواء، يأخذ البلاسيبو هاي اللي هي المادة الغير فعالة، لا الطبيب يعرف ولا المريض يعرف، ويتم متابعتهم من لجنة أخرى حتى يشوف هل هذا اللي هم يعرفوا أيهم أخذ الدواء، حتى يشوف هل الدواء فعال ولا لا. حتى أقوم في هذا الدراسة يجب أن يكون عندي دلائل إنه هذا الدواء ممكن يشتغل. يعني انظر هنا مثلا، نعطيكم مثال دواء الأتوموكزاتين أو استراتيرا، كيف تم اكتشافه كدواء فعال للتركيز؟ أولا كان أول استخدامه هو كدواء للقرحة، ولكنهم وجدوا خلال الاستخدام للقرحة أنه غير فعال للقرحة، ولكن لاحظوا أن الأشخاص اللي أخذوه للقرحة تحسن عندهم التركيز. فصار عندي معلومة، انظر هنا انظر هنا دواء الاستراتيرا ممكن يساعد في التركيز، فأخذوا وعملوا عليه دراسة اللي هي نسميها دبل بلايند بلاسيبو كنترول ستادي، اللي هم احنا شرحناها ووجدوا نعم انه فعال. فلولا انه كان عندهم دلائل اولية على انه مرض الدواء الاستراتيرا قد يفيد في التركيز، ما كان عملوا عليه الدراسة اصلا. فدائما وابدا تريد ان يكون هناك دلائل على انه هذا الدواء قد يكون فعال في هذه الطريقة في هذا المرض، حتى اعمل عليه دراسة علمية فعالة. وعادة هذه الدراسة ما تكون من البيج اوثوريتي، يعني مثلا من الاف دي اي او من المستشفيات الضخمة، وتكون على مستويات عدة مستشفيات كبيرة ومراكز وعدة اطباء وباحثين علميين. فكان الهدف منه من هذه الدراسة إنه نوجه الأنظار لكل من هو مهتم في علاج التوحد، إنه نعم يمكن علاج التوحد بالطريقة وبالبروتوكول اللي إحنا قمنا بشرحه في الدراسة، ونرجو منهم إنهم يقوموا على دراسة ستيب نمبر 2 اللي هي دبل بلايند بلاسيبو كنترول ستدي، لعل وعسى أن تصبح هذه الأدوية والبروتوكول هو الطريق لشفاء التوحد. نعم هم 18 حالة، ولكن هم أول 18 حالة يتم نشرهم في المجال الطبي، ويتم نشرهم في طريقة علمية بحتة، وفي مجلة علمية مرموقة، وفي مجلة يعني قامت ب يعني مراجعة كل دقيقة في هذا البحث العلمي، ومن قبل 8 مراجعين. يعني عادة ما يراجع الارتكل من اول بحث من مراجعين، احنا من 8 مراجعين، وبالاخير اقتنعوا وقاموا بنشر هذا البحث. طبعا اللي بيتابعنا ومرضان اللي بيعرفونا، احنا عندنا عدة حالات مصورة فيديو تم شفائها، وعندنا عدد كبير من المرضى الحمد لله تم شفائهم. واذا كانوا يسمعوني نرجو منهم يعلقوا على الفيديو. والان احنا ان شاء الله بصدد ان نقوم بنشر ان شاء الله 40 او 50 حالة تحسن بالأدوية بنفس البروتوكول اللي قمنا شرحه به في هذا الارتكل. طبعا هاي الفيديو الاول، بس بشكل عام تكلمنا عن البحث. بالفيديو انتظروني بالفيديو نمبر 2 اللي حقوم انا بالرد على كثير من التساؤلات ومن الانتقادات التي وجهت الى البحث، سواء كان هاي الانتقادات وجهت الي شخصيا او تم توجيهها عن طريق السوشيال ميديا لجميع الأهالي والأمهات. وكيف إن إحنا حنبين ونشرح كيف إنه هاي الانتقادات، هل هي انتقادات صحيحة، هل هي انتقادات غير صحيحة، هل هي انتقادات بناءة، هل هي انتقادات علمية. طبعا نأكد إنه إحنا سعيدين جدا بأي انتقاد يوجه إلى الارتكل، إذا كان هذا الانتقاد بناء والهدف منه هو تبيان المعلومة، والهدف منه هو مساعدتنا ومساعدة كل مريض توحد إن نجد له علاج شافي وكافي. انتظروني بالحلقة القادمة، وحتكون عبارة عن حلقة فيها نعرج
على التصريحات والنقد، وثم ننهي الحلقات تبعت البحث العلمي. جزاكم الله خير ويعطيكم ألف عافية.